واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. لم لا تتعلمون؟ ما الذي يمنعكم عن أن تتعلموا؟ ما الذي يمنعكم من التعلم لدينكم؟ هل هنالك ما هو أغنى عليكم من الدين؟ أوقاتكم مصروفة في الخير والخال وفي التفاهات التي لا قيمة لها بحال. أوقاتكم تذبح على مذابح الفراغ لأنها في الغيبة والنميمة وفي الكذب البغير وفي الوقوع في أعراض المسلمين. ماذا تصنعون وإلى أين تسيرون أيتها الأمة؟ يا أهل السنة، عصمتكم من الضلال عقيدتكم، عقيدتكم هي حياتكم، عقيدتكم عرضكم، عقيدتكم شرفكم، لا شرف لكم إلا بها، هي عرضكم، هي دماؤكم، هي أرواحكم، هي حياتكم، هي آخرتكم. لأن من أشرك بالله رب العالمين شيئا لم يغفره الله له، إذا مات مشركا بالله لم يتب من شركه. ويح الأبعدين، أدركوا أنفسكم، تعلموا وابدأوا بأوجب الواجبات وأفرض الفرائض وأهم المهمات. دعوكم من بنيات الطريق، تعلموا عقيدتكم، تعلموا دينكم. إياكم أن يخدعكم المخادعون أو أن يلبس عليكم الملبس.